مرحبا مواليد برج الجوزاء، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين 28 اذار مارس للاحد 3 نيسان ابريل؟ شو في عنا بهذا الاسبوع؟ انا بعتبر هذا الاسبوع كثير حلو لكم، في كم يوم متقلبين، كم يوم متقلب، لكن الجو العام حلو. ليه؟ لانه الحدث الاهم بهذا الاسبوع هو التقاء او تراصف القمر والشمس في برج الحمل يوم الجمعه صباحا، لحتى يصير في عندنا قمر جديد، قمر جديد ببرج الحمل. هيدي بالنسبه لكم مساله جيده جدا. كيف بده يكون اصلا هذا الاسبوع؟ البداية مع يوم الاثنين. هلأ يوم الثاني 28 أذار مارس أنا كفلكية بعتبره يوم جميل جدا، لأنه الشمس دعمتكم من برج الحمل، منكن لحالكم، في صداقات كتيرة معكم، في نجاح معكم، في تقدم معكم، في دعسة قوية ماشي معكم. وكأنه أحيانا الواحد ما يكون ماشي لحاله أو عم يشتغل لحاله يحس حاله وحيد متروك، بينما يوم الاثنين بتحسوا انه لا ما يكون لحالكم، في شيء ظابط، في شيء عم يزبط. يوم الاثنين هو من الايام الحلوه الاكثر حظا في هذا الاسبوع. ثلاثة الاربعاء والخميس حتى 12:30 الظهر توقيت بيروت الصيفي، بلشنا بتوقيت الصيفي، القمر ببرج الحوت يعني باعلى نقطه بالدائره الفلكيه، لكن الشمس دعمتكم. هذا معناتها انه الامور يلي بتلاقوها صعبه او الامور يلي ناطرتكم بخلال فترة وجود القمر في برج الحوت قد تكون صعبة أو قد تكون معقدة أو يمكن تكون بمثابة اختبار أو امتحان لإلكم. هذا معناتها تكونوا جاهزين للتعامل، لتعرفوا تتعاملوا مع هذه الأمور، مش لحتى تهربوا منها، لحتى تعرفوا تتعاملوا مع ظروف متقلبة قد تكون صعبة لكن أنتوا بتقدروا تحلوها. يمكن تحصلوا على فرصة مهمة أو يمكن يكون الحدث اللي بانتظاركم مشكل أو خلاف أو مسألة بدكم تحاولوا تساعدوا حدا غيركم، ومسألة صعبة وعليكم تقع كل الأضواء، يمكن شغل، يمكن أهل. الخميس 12:30 الظهر توقيت بيروت الصيفي، القمر بيروح لبرج الحمل. الجمعة صباحا القمر برج الحمل 9:30 توقيت بيروت الصيفي بيلتقي مع الشمس، قمر جديد. كل نهار الجمعة القمر ببرج الحمل، السبت كل نهار القمر برج الحمل حتى 8 المساء توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر في برج الحمل هي أفضل فترة متبقية لكم في هذا الأسبوع، استفيدوا منها. أضف إلى ذلك أنه القمر الجديد في برج الحمل عم بيضوي على طاقاتكم الاجتماعية، على طاقاتكم المميزة، انفتاحكم، تصرفاتكم الحلوة نحو الآخرين، كيف تتقبلوا الآخر، كيف الآخر بيتقبلكم، نجاحاتكم واحدة وراء الثانية. يعني في احتمال أنه فترة وجود القمر في برج الحمل قد تكون أكثر من قيمة مضافة لكم، في نوع من تسليط أضواء على جهة معينة أو على شخص، قد يكون حدا من إخواتكم أو حدا من أهلكم، أو أنتوا على ميزة عندكم إياها، على سكيل، مهارة عندكم إياها بتبين وبتلفت الأنظار. فترة ممتازة حلوة كتير أنا بعتبرها تحت تأثير القمر برج الحمل، بما أنه نيو مون معناتها يا أما بتتعرفوا على شخص أو جهة معينة لتكون دعم لإلكم لاحقا later on، يا أما أنتوا تنضموا إلى مجموعة أو طريقة تفكيركم تتغير وبتحسوا حالكم مرتاحين أكثر مع عقيدة أو مع فكر أو مع فلسفة معينة وبترتاحوا أكثر. يمكن تنضموا إلى تنقول نادي أو إلى مثل ما يقولوا هواية رسم مثلا، أو يمكن تتعلموا لغة مع حد بيعلم لغات، شيء من ذلك، بتحسوا حالكم مرتاحين أكثر، بداية جديدة. الأحد 3 نيسان أبريل القمر موجود ببرج الثور، بالنسبة لكم بعتبرها فترة ضعيفة فكونوا حذرين، فترة ضعيفة قد تحمل تأخير، انتبهوا من يوم الأحد، عشان هيك قلت لكم فترة وجود القمر في برج الحمل هي الأفضل لكم. الأكثر حظا في هذا الأسبوع 12-13-14 حزيران يونيو، مع أنه كلكم فيكم تكونوا محسوسين. شكرا لكم، باي باي.